أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سمعت أنه لا يجوز للنائم أو الجالس توجيه قدمه تجاه القبلة، فما حكم ذلك؟ ما في معنى، يعني مدد رجليه إلا صار شايب المسكين، ما تخليه يمد رجله، ما في بأس إن شاء الله. نعم، لما يمد رجله إلى المصحف إذا كان المصحف قريب منه ما يمد رجله إليه، أما إنه بعيد عن المصحف فلا مانع من هذا. نعم.